الاربيناجي خروج من حارس المرمى، التسلل كان موجود، نقاش تحرك القائد وجيبور في تسديده تمر بعيده تماما. ابراهيم النقاش لمسه على الجهه اليسرى واناجم خطير هذه الكره لفريق الوداد. في النهايه تاتي المتابعه عبد الصمد، عبد الصمد وكره على الجهه اليسرى خطيره والعرضيه ياتي قلب الدفاع يتدخل تسلل سيوا في كره واحده تغازوي وعرضيه وعرضيه مره اخرى اناجم، اناجم تسديدة يوقف الدفاع سوف ينتهي. الكرة الخطيرة الأخيرة على وقع التعادل السلبي في النتيجة مثل ما يحدث إلى حد الآن. الدريضة تكناوتي وقلب الدفاع صافر الآن من حكم المباراة تنهي الشوط الأول في ملعب النمساوي. عاد النمساوي يلعب عرضية، السعيدي كقلب دفاع يتدخل والكرة بعيدة بعيدة تماما إلى مادة بركان. أبلى البلاء الحسن في شوط المباراة الأول. محمد عزيز ضيع كرة للاعب سبق له اللعبة لنهضة ستات. ألان تراوري كرة عرضية ملتفة. مدريد التكناوتي يتدخل، النهيري الآن ينطلق استلام المرور التحضير. لا زالت خطيرة للكرتي والركنية الآن. كرة تحولت إلى ركنية الآن، ركنية لفريق الوداد ملعوبة داخل منطقة الجزاء. الدفاع يتدخل إلى ركنية ثانية ملعوبة الكرة. راية بوجود التسلل أم ماذا يا ترى؟ مش فاهم شيء. لماذا ألغي الهدف؟ لماذا ألغي الهدف؟ هنا الكرة هل خرجت ولا عادت ولا دارت ولا استطاع بسبب ولأي سبب؟ هنا كان دفع على قلب الدفاع. استئناف اللعب. ضاعت الكرة الأخيرة. هل سوف يعيد الحقس اليمين؟ ما فيهاش تسلل. كرة بعيدة تماما بلا معنى. طويل التماس وسهل الكرة عند علي محمدي. النمساوي إلى جيبور وجيبور للتسديدة. يا سلام يا جيبور. تغزاوي بقدم يسرى. واو، وجد تدخل من دايو البوركينابي قبل الجنب. حسوني للعب كرة إلى تغزاوي، تغزاوي العرضية هنا بالراس دايو. روبيا مور خطيرة ودادية. واو 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 واو، والتسديدة بعيدة يا نصير. كان النهيري على اليسار وعلى اليمين على النمساوي. العربي الناجي تراوري بعيدة يا تراوري. هذه طو أي شراسة وأي كرة تنطلق في هجوم نهضة بركان من هنا. فالدفاع جيبور قبل الدفاع هو ضيو العملاق. مواتية للهدف من علامة الركنية بقبضة يديه تدخل حارس المرمى ثم المباركي أناجم. جيبور، جيبور سهل. يطلب الكرة أيمن الحسوني، 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 كرة إلى